انا شغال في الاعداد التلفزيون، اشتغلت في 3 قنوات فضائيه. قبل 30 يونيو مدير القناه دخل علينا، مدير احد القنوات يعني اشتغلت فيه، دخل علينا. كان ساعتها عمرو حمزاوي بيتكلم في عامل مداخله تليفونيه، فبيقول لنا يا جماعه ما ينفعش كده، هو عمرو حمزاوي وعمال يقول الناس تنزل مش عارف ايه. نفض نفسك يعني، ماشي. خرج بقى يعني، قال الكلمتين اللي عنده وخرج، وحس ان هو ارضى ضميره كراجل رقيب وكده. بعد كده قط، بعد 10 ايام بالظبط عدى 30 يونيو، بعد كده عدى 3/7، على يوم 5/7 و6/7 كده. فعمرو حمزاوي برضه بيتكلم، بس المره دي بيتكلم بقى فكره المصالحه، وان احنا لازم في النهايه يعني ده بلد واحده ومش عارف ايه والحاجات دي يعني. طبعا ساعتها ما كنتش لسه عمرو حمزاوي اتعلم عليه يعني، ان هو ده من العدد بتوع الدم كله حرام يعني، فاهم؟ ده خلاص يعني هم عرفوا هو مين. فمدير القناه برضه داخل بقى علينا الموقف، مفيش فرق بينه وبينه بعد اسبوع او 10 ايام. يا جماعه ما ينفعش كده، الناس مش متقبله الكلام ده، ايه اللي بتزعوه ده؟ انت مصدق نفسك؟ هو الحقيقه ان هو الوضع كده بالظبط. هو موالي للدولة، هو موالي اللي في السلطة، بغض النظر عن مين هو اللي في السلطة، بس هو موالي اللي في السلطة. برضه في حاجة، كان بس دي كان موقف قريب. في اشتباكات في مكان معين، هنفترض انهم مهندسين، هو مش مهندسين. فبيقول لنا حد برضه اداري في القناة، يا جماعة ما مش عايزين أي فيديوهات خالص تتنشر عن المهندسين. ليه حضرتك؟ الجيش قال كده. ماشي، ليه حضرتك؟ هو الجيش قال كده. ماشي يعني، على فكرة يعني هنتكلم يعني، ممكن يكون في حاجة خطر على الأمن يعني، هنتناقش في اللي أنت بتقوله ده. أيوة ليه يعني؟ الجيش قال كده. معرفش. هو فعلاً ما يعرفش. يسأل أصلاً. يعني هو ما هنش عليه، مش ان هو يعني خلاص خد الشيء ده، بس انت في الاخر يعني، عشان بس ما نبقاش يعني حالمين، انت في النهايه في سلطه معينه بتتصل بيك، طيب في كذا، طب ليه يعني؟ ممكن يكون مثلا، طب في ضابط جيش مثلا او ضابط شرطه كان بيعمل حاجه معينه اتصورت، في فيديو على اليوتيوب مصوره الاخوان، فمش يعني عندكش فضول حتى تسال؟ هو الحقيقه ان هو ما سالش، حرفيا هو ما سالش، هو جاي. فطبعا لفضنا له وزعنا الحاجه، بس هو في النهايه انت قدام مجموعه بتدير، هي حتى ما عندهاش استعداد انها تسال، يعني تسال حتى اللي بيكلمها هو ليه انت بتقول كده؟ مجرد السؤال بغض النظر هو هيسمع الكلام او مش هيسمع الكلام، ده موضوع تاني، بس هو ما بيسالش اساسا. في واحد حد يعني، فهي كل مش هي مذيعة اخبار، فكل شويه مثلا الخبر يجي لها ايه؟ عنصر من جماعه الاخوان المسلمين، فتقوم محاولاه ايه؟ عضو في جماعه الاخوان المسلمين، وهي جايه في الاخبار عنصر اساسا يعني. خبر تاني يجي في الاخبار، ولقد تم القبض على 7 من الجماعه الارهابيه. فخلاص ماشي، هي موضوع الجماعه الارهابيه دي عامله لها ازمه، بس ماشي قشطه، قالتها مره، فبعد كده الجماعه بقى وخلاص. تم القبض على 7 من اعضاء الجماعه. فجاي قاعد مع مدير القناه برضه. دي قناه ثانيه. هو ليه بتقولي، ليه مش عايز تقولي عنصر؟ يعني مش فاهمه يعني ايه عنصر؟ يعني ايه بتقول عدمانيا؟ انا مش فاهمه يعني، في مواطن اتقبض عليه، انا ما بقولش ان هو حلو يعني، مواطن يعني اتقبض عليه يعني، انا ماليش دعوه هو اتقبض عليه ليه، بس ايه عنصر دي؟ فيقول لها ايوه بس هم عناصر، هو جاي لنا، هو في الاخر ماشي يعني، طب انا اقول عنصر ازاي يعني؟ مش ماشيه خالص يعني، طب ده مش ماشي. في نهايه الحوار يعني قال لها كلمه عظيمه جدا، قال لها بصي بقى، هي الجزيره بتفبرك، فاحنا كلام نازل بفابريك عشان نعدي المرحله دي. لا لا لا، بمنتهى يعني، هو شايف ان الجزيره بتفابريك، فاحنا كمان هنفابريك ليه؟ بس لازم المرحله تعدي يعني. انت هنا يعني في ابسط قواعد في المهنه، في الشغل، انت مش محتاج يعني موضوع الثوره والموضوع ده يعني، انت قبل 14 يناير، قبل ما مبارك ما يمشي، قبل ما عفوا قبل ما بن علي ما يمشي 14 يناير 2011،
محدش كان بيتكلم في موضوع ثوره، لان اساسا يعني حتى واللي بيحصل في تونس بيحصل ما كانش تم تصنيفه ان هو ثوره غير بعد اذا بن علي مشي، فاللي حصل هناك ثوره فاحنا هنعمل ده. لكن هي اللي كان بيحصل ان في قدر من التراكم في التفاصيل، بمعنى ان انت بتقول لهم كاعلان شيخ الازهر بيعمل كذا كذا كذا، وزير الاسكان عليه قضيه فساد بيعمل كذا كذا، مش عارف في العشوائيات الفلانيه بيحصل كذا كذا. ده بيراكم قدر من الخبرات عند الناس، فمش لازم تقعد تقول لهم احنا هنعمل ثوره وهنفحت يعني، مش مطلوب. هو خلاص هو عارف يعني، هو ادرك ان ده مش هينفع يكمل. فبعد كده مجرد ما حصلت تونس هو الامور بتبقى اسهل. بس هو ده ليه؟ هو الاعلام كل اللي بيعمله ايه؟ هو ده دورك. انا مش شايف ان انت دورك حاجه اكتر من كده، ان انت تقول على الحاجه بتحصل دي ان هي بتحصل. هو مجرد ما هي الناس عارفه ان هي بتحصل، هو عارف ان هو ضد مصلحتها، فهي بتتحرك. في الاخر الحركه دي انت تصنفه ان هو مظاهرات بقى، اضراب، تسميها ثوره يعني، مش تسميها زي ما انت عايز، بس هو في الاخر الراجل بيدافع عن مصالحه، بس هو عارف انها مصالحه. انت دورك كاعلام ان انت تقول له اللي بيحصل كذا. الحقيقه ان هو اللي بيحصل دلوقتي مشكلته ان هو يحاول يمنع قدر الامكان ان اللي بيحصل يتقال ان هو بيحصل بس. وهي دي القضيه المحوريه بالنسبه لي يعني، بالنسبه لاي حد شغال في الاعلام، هو ان انت مش قضيتك ان انت الكلام الكبير، وان نضيف زي ما بتقول دينا يطلع يقعد يقول المفروض ان احنا نعمل واحنا كثوار عايزين وعيش وحريه ومش، هو في الاخر انت بتقول الحاجات اللي بتحصل. فهو مجرد ما وصل للناس هو عارف، هو لوحده هو عارف هيتصرف ازاي من غير ما انت ما تقعد توصلها. زي ما كنا قلنا على الاعلام، هو في جزء منه يعني برضو في جزء رقابة ذاتية ناس كتير بتحطها حوالين نفسها. يعني الحقيقة ان مثلا حد يقول لي ايه مقالك بتاع بديع ده عظيم جدا وبقى خلي بالك من نفسك، فانا اعطل كده شويه، خلي بالي من نفسي ليه؟ فانا مش عارف يعني، فعلا انا مش فاهم بتكلم في ايه؟ مش موضوع ان يعني مش موضوع ان انا مش اصل هو بيكتبه مش حاسس ان انا شجاع يعني، قلت راجل نزل في الاتحاديه فده فعل اجرامي فالمفروض الراجل ده يتسجن. والحقيقه ان محدش يعني مش ان انا ما تعرضتش لاذى، تعرضتش لتهديد من الاساس. انا مش فاهم يعني هو ليه في تخيل ان اللي بيقول الحقيقه او اللي هو بيعمل حاجات هو هيتم التعرض ليه بحاجات، والحقيقه انه بيتعرض ما فيش تعرض ليه باي حاجه يعني. بس ده فعلا يعني حرفيا يعني الموضوع ولا فيه شجاعه ولا فيه اي نيله، هو في الاخر انت بتعرض شيء معين حصل. اما تيجي تتكلم حتى عن السيسي دلوقتي، كل اللي بيتعرض ده مش خطر يعني، الحقيقه ان هو مش خطر. الخطر ان انت الخطر بيبقى جاي من اقرانك في العمل ومديرينك في الشغل اللي بيعرضوا لك القمر. لكن الحقيقه انا مثلا كتبت اربع حاجات او خمس حاجات عن السيسي، ما حدش قال لي انت بتقول ايه؟ ده ما لهوش اي علاقه بالبلد، فيها حريات يعني، بس ممكن تبقى واضحه يعني. لكن هو الحقيقه انه ما حدش بيقول، بس هو الناس ما بتقولش. مش في جزء منه طبعا، اولا شبكه المصالح اللي موجوده يعني، طبعا دي مساله يعني مش عايزين يعني الرقابه الذاتيه موجوده، بس في شبكه مصالح موجوده دي مساله خلصانه. بس في جزء كبير من الموضوع هو رقابه ذاتيه ناس كتير حطاها. بس على فكره الموضوع ده هيزعل الناس، ما تبقاش فاهم الناس مين؟ مين الناس اللي هيزعلوا اما انت تتكلم؟ الشعب مش متقبل. بلاش نجيب يعني، دي بتقال لي كتير قوي، نتكلم في ان احنا هنجيب الضيف الفلاني. الضيف الفلاني ده يعني مش هيقول كلام، مش هيقول سيسي قاتل سيسي خاين يعني. ضيف عادي يعني، اللي هو مثلا ممكن يكون خالد عبد الحميد يعني حد مش يعني حد هيتكلم في السياسه بشكل هيحلل مثلا وضع سياسي. حد ليبرالي زي عمرو حمزاوي، حد اسلامي زي ابو فتوح يعني. الموضوع مش حد معين او ليه خطاب. لا تلاقي اللي بيتقال لك من زمايلك اصل لا هو الناس مش تبقى متقبله. هو في معايير ما اتحطت بعدها حطت السلطه، بعدها عملوا رقابه ذاتيه من الناس اللي شغالين في المجال، بس هو في الاخر هو عامل جو تعتيم على الموضوع. وبجانب جو التعتيم ده في حاجه ما نقدرش ننكرها، ان في مصالح عند اللي شغالين في الاعلام. هنا دي انا اتكلمت على شبكات المصالح اللي في الاعلام، بس انا هتكلم هنا على البعد تاني اللي شغالين نفسهم في الاعلام.
اللي شغالين في الاعلام هو عندهم قناعه جزء منهم ان الموضوع الحريات والكلام دون ادى في النهايه ان هو يجيب لنا الاخوان. فبالتالي انا لو منعت اي صوت يتكلم عن الحريات فدون بالضروره انا كده يبقى يعني عملت تكفيف منابع عظيم، يعني اكيد كده مش هيجي الاخوان. في جزء منه طار شخصي ما بين ناس كتير من اللي هم المجموعات اللي هي المجموعات اللي تطلع في التلفزيون دايما بغض النظر هم هنسميهم ايه، في ناس كده تطلع في التلفزيون. هو في بينهم وبين الاخوان او ما بين فعلا الاخوان مستفزين، يعني عشان بس نبقى معترفين بالحقيقه دي، هو بيقعد ينتهكك ويهاجمك ومش عارف ايه وكده. فاللي هم المجموعات اللي بتظهر في التلفزيون دي هي حاسه سيبك بقى بلا بلد بلا بتاع، يعني هو الناس دي بتشتمني، الناس دي بتشتمني، فانا في الاخر انا بكتب بام المقاله فبقعد الاقي شتيمه في التعليقات، الموضوع بيضايقني جدا يعني. في جزء منها ان هم بيصدروا ازمتهم الشخصيه دي ان انا بتشتم وان انا الناس دي مضايقاني في الحياه، فان دي هتبقى ازمه عند هو ده جزء من الموضوع اللي هو كان بيتكلم عليه، ان انا بفرض الموضوع دون على الناس، يعني بفرض قررت ان انا افرض الاجنده بتاعت الاستقطاب دي ان انا بتشتم. ماشي انت بتشتم، انا بتشتم على فكره عادي، هم مستلطفنيش، بس في النهايه مش ده يعني مش ده القصه. في ناس هنا تتراجع بقى ازمات اللي هي يعني على فكره، يعني مثلا مش هقول لك بقى الفقراء مش عارف، في رصيف دلوقتي بقى الجائلين واخدينه، في مواصلات، في مرور، في شباب مش عارف سن بطاله مرفوع بسن معين، في ناس، في ازمات حياتيه كبيره، في حقوق انسانيه بسيطه زي حقدته مش عارف انا يعني حق في ممارسه الجنس، حقوق معدومه عند الناس، في حق في العمل، دي حاجه قايمه ونقعد نتناقش فيها ونقعد نشتم في الاخوان عادي يعني، ونقعد نفتح بروفايلاتنا ونقعد نشتم في الاخوان ليل ونهار، بس مش دي يعني، دي الحقيقه ان ده مش هم اي مواطن، يعني مش من الطبيعي ان في مواطن يكون يصحى من النوم مهموم بان التيار الفلاني مش لازم الاخوان، بان اليسار تيار شرير، يعني اصل دي مش احد الاولويات اللي المفروض تبقى موجوده في ذهن اي حد. الحقيقه الاولاد دي بيتم فرضها، بغض النظر هنا مش الاخوان، هو برضو الاخوان كان فتره حكومه كانوا بيحاولوا يفرضوا الناس المعاديه على الناس المعاديه للاسلام والناس اللي هي عايزه تقلع الحجاب، يعني كان دون احد الحاجات، وان الرئيس المسلم ورئيس بيحافظ على الاسلام، بس المشكله يعني مش ان دي بيتم فرضها من خلال الاعلام على الناس، وكان هي دي المشكله، هي دي مش المشكله خالص يعني. بس انا حاسس ان انا رغيت كتير وانا اسف على الرغي ده، عادي يعني هدفهم هنا ولا خمس دقايق ممكن يتكون ممكن يتم نقشتهم في المناقشه يعني. بس انا بس يعني احب احيي هنا في الاخر يعني استاذ عبد الناصر سلامه وقناه المحور، وانا بعتبر ان الاثنين دول هم اعظم نموذجين خلقتهم الثوره. استاذ عبد الناصر سلامه كان مع مبارك، وبعد كده بقى المجلس العسكري، وبعد كده مع الاخوان، وبعد كده حاليا مع ان الاخوان اتقتل، الراجل واضح يعني ما عندوش اي مشاكل مع اي حاجه يعني. قناه المحور كانت بتقول على الموجودين في الميدان عملاء، وبعد كده بقت مع المجلس العسكري بوضوح، وبعد كده بعد كده بقت مع مرسي يعني قلبا وقالبا، جايبه كل الاعلاميين اللي هم قريبين حتى من مرسي لغايه 30 يونيو. بعد كده من 30 يونيو فضلت على الحياه يومين، بس من 30 يونيو 3/7 ما كانتش فاهمه ايه الوضع يعني. من 3/7 بدات نهضه التقليديه يعني انا بس يعني الموضوع ملوش علاقه بالموضوع، بس انا حبيت يعني ان انا اقدر يعني ابلغكم ان انا بحب الناس دي يعني.